يخلف عيد الأضحى في كل عام أطنان من النفايات الأضاحي التي تتطلب من شركات جمع النفايات وعمال النظافة المكلفين بالكنس عناية واحترافية خاصة تختلف عن تلك التي يوفرونها في الأيام العادية، ذلك بتوفير فرق عمل ودوريات تعمل على مدار الساعة من أجل مدن خالية من النفايات، ذلك أن الكثيرين يحولون نظرا لغياب ثقافة بيئية سليمة ما داخل الأزقة والشوارع وحتى مداخل بعض العمارات والحدائق العمومية إلى مطارح عشوائية في الهواء الطلق، وهذا يتطلب بطبيعة الحال وضع خطة مبنية على التوقع وعلى معطيات والخبرة قبل كل شيء، حيث رأينا كيف تعبأت شركة أوزون تمارا برو المفوض لها تدبير مرفق النظافة بمدينة تمارا من أجل تحويل عيد الأضحى إلى اختبار للقدرة والتحدي. بعد عملية جمع النفايات وأشغال النظافة بأحياء وأزقة وشوارع مدينة تمارا مواكبة لأيام العيد الأضحى المبارك لسنة 2021 التي حرصت شركة أوزون تمارا برو عن تنفيذها من خلال رفع رهان جعل عيد الأضحى عيد نظيف وصحي، تبين واضحا أن تدبير النفايات خلال أول أيام العيد ارتفعت إلى مستويات قياسية مقارنة مع السنة الماضية التي عايشناها مع الشركة السابقة التي فشلت بشكل واضح في تدبير المرحلة، ولضرورة التأكيد على أن عملية تجميع النفايات بمختلف مستوياتها التقنية واللوجستيكية والبشرية والتحسيسية قد تم تنفيذها وفق خطة عمل استباقية من طرف كل المتدخلين المعنيين بحسب اختصاصه تراعي كل الضوابط الصحية وسلامة السكان والبيئة، ولنجاح هذه العملية جندت شركة النظافة أوزون تمارا برو مجموعة من الإمكانيات المادية واللوجستيكية، حيث واكبت لجنة تتبع أشغال النظافة المتكونة من المدير الجهوي السيد رشيد خدير تحت إشراف السيد المدير العام السيد عزيز بدراوي، والذي سهر شخصيا على انطلاق هذه العملية التي رافقت جميع مراحل تنفيذ الخطط العمل المتفق عليها في الاجتماعات التقنية المخصصة لهذه العملية، وعاش مع عمالي لحظات التتبع وكيفية التدخل التي انطلقت زوال يوم العيد، كما أن شركة أوزون تمارا برو قامت بمجموعة من التدابير يوم العيد وهي إذ وفرت عددا من الشاحنات توزعت بين شاحنات الأشغال وجرافات ومعدات أخرى، كانت هناك زيادة في عدد العمال مع إحداث وحدة للتدخل السريع، كذلك كان هناك تنسيق مستمر مع خلايا المراقبة ومصلحة النظافة، ولا زالت إلى حدود الساعة فرق النظافة تتقاطر على جميع الأحياء لتكسب التحدي المخطط له بإحكام.